مشاهدينا الكرام في كل مكان، مساء الخير واهلا بحضراتكم في لقائنا اللي بيتجدد معكم يوميا في هنا ماسبيرو. يعني الحقيقه اشرف ان يكون معي اليوم الخبير الاقتصادي استاذ هاني ابو الفتوح في حوار عن المشاريع القوميه. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ هاني. الحقيقه يعني انا قلت ان انا يعني اجمع كم الموضوعات اللي عايزين نتكلم عليها، والوقت طبعا هيكون قليل، فهي يعني هناخدها تسلسل على طول ورا بعض. بس اسمح لي في البدايه، احنا في معانا برضو خبر مهم هنقوله سريعا ونعلق عليه. الحقيقة ده بيان صحفي خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم. رئيس الوزراء يشكر الوزارات المعنية بتنظيم بطولة العالم لكرة اليد، وصرح أيضا في الاجتماع اليوم عبر الفيديو كونفرنس من خلال مناقشة عدد من القضايا، لكن أعرب رئيس الوزراء بالأهمية في مستهل الاجتماع عن سعادته للنجاح الباهر اللي شهدته بطولة العالم لكرة اليد، وإن ده تأكيد على قدرة مصر الفائقة في تنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية العالمية المهمة في ظل أزمة كورونا. ده يصعب على كثير من الدول أنها تقدر تنظم هذا الحدث بهذه الدقة وبهذه الأمانة وبهذا الأمان. رأي حضرتك إيه؟ يعني طبعا كان حدث مهم جدا، يعني نجحنا فيه حتى صورتنا دوليا. هو الحقيقة ان ده حدث مهم جدا كما ذكرت حضرتك وذكر التقرير. مصر دايما بتنتهز المحافل الدولية ويكون لها نصيب في انها تشارك مشاركة جيدة في اظهار الجانب المضيء لمصر. مصر دايما كانت بتستقبل أحداث فعاليات رياضية وثقافية، وهي محور لعدد كبير من هذه الفعاليات. الجهود اللي اتعملت أخيرا في استقبال هذه الفعالية جهود أشادت بها الصحف العالمية، والدول المشاركة نفسها أشادت بحسن التنظيم، والحدث تم إخراجه بصورة مشرفة، وضعت مصر مرة أخرى على الطريق لأنها تكون رائدة في هذه المجالات. تمام. في وقت حرج، الوقت اللي فيه دول كاملة خايفة وعملت إغلاق تام الحقيقة، في نفس الوقت ده احنا بنستضيف وبنعمل حدث عالمي زي ده بأعداد طبعا مشاركين كبيرة، يعني ده تحدي كبير، تحدي في تنفيذه. والحمد لله يعني كان يعني بعتبره بمثابة اختبار لمدى استعداد أو جاهزية الجهات اللي هي شاركت في الإعداد والتنظيم والإشراف، وأظهرت مصر بصورة مشرفة جدا وأنها مستعدة. زي ما ذكرت حضرتك دول العالم كلها بتغلق المطارات وبتغلق الفاعليات، إنما إحنا الحقيقة كان لنا شرف اللي إحنا نستضيف هذه الفاعلية وتخرج بشكل مشرف جدا. أيضا تناول الاجتماع وتطرق إلى إشادة كل من صندوق النقد الدولي ومؤسسة موديز بما أنجزته مصر خلال الفترة الماضية على الصعيد الاقتصادي وإجراءات في ظل إجراءات كورونا وأزمة كورونا، وأنه الحقيقة يعني دي إشادة دولية هنتكلم عليها بالتفصيل في خلال حوارنا، وأنه مجلس الوزراء أيضا وجه التهنئة للوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمناسبة اختيارها ضمن أهم 7 سيدات مؤثرات في مستوى الوطن على مستوى الوطن العربي لحصولها على جائزة المرأة العربية المقدمة من قبل المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، نتيجة طبعا جهودها الحقيقة في مجال تمكين المرأة وفي كثير من الأنشطة اللي قامت بها خلال هذا العام. طبعا ده شيء برضو انتصار للمرأة المصرية، يعني الحقيقة انها على المستوى العربي ومستوى الدولي بيكون لها التقدير وهذا الوزن. يعني هو بالتأكيد يعني مش جديد على المرأة المصرية انها تحقق نجاحات. احنا في سيدات مصريات عبر السنين عبر عدة سنوات كانوا مثال مشرف للمرأة على مستوى العالم ومثلوا مصر تشريف جيد جدا، وهذا الإنجاز الحقيقة يعني وسام آخر على صدر مصر احنا بنشره يعني دايما بنفتخر به وبمثل هذه الإنجازات اللي بتحققها المرأة المصرية. تمام. وأخيرا قدم مجلس الوزراء التهنئة لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء على مجمل ما تحقق من إنجازات وتميز في الأداء خلال الفترة الماضية، والتي من بينها وجود المركز ضمن أفضل 20 مركز فكرة على مستوى العالم في التعامل مع أزمة فيروس كورونا. يعني أنا يعني مش عايز يعني الحقيقة يعني أقول كلام مبالغ فيه، ولكن
مصر بجميع أجهزتها خلال هذه الأزمة مرت بعدد من الاختبارات واجتازت هذه الاختبارات بنجاح كبير أدى إلى إشادة مؤسسات دولية وأيضا إلى أن مصر تظهر الجانب المضيء في مدى استعدادها رغم هذه الأزمة الصعبة أنها تكون محور الأحداث ومحور الحديث في الصحافة العالمية وفي الجهات الدولية اللي هي شايفة أن مصر رغم كل هذه الظروف بتتقدم وبتؤدي أداء جيد جدا. تمام. طيب هندخل دلوقتي بقى في موضوعنا الحقيقة وهو النهضة الكبرى اللي بتشهدها الدولة المصرية هذه السنوات وبدأنا نجني ثمار الكثير منها الحقيقة، المشاريع القومية الكبرى اللي كثير من أعداء الوطن بيهاجموها وبيقولوا إيه لازمتها وإيه الداعي لها. عايزين نتكلم مع حضرتك كمتخصص في أهمية هذه المشاريع كمحرك أساسي لعجلة التنمية في مصر. يمكن معسكر الشر دايما بيقلل من أهمية الإنجازات اللي بتعملها مصر خلال السنوات السابقة وتحديدا أي إنجاز يعني بيطلع وفي إشادات بيحاولوا أنه هو يقللوا من أهميته. مصر خلال الست سنوات الماضية نفذت مشروعات قومية بما قيمته حوالي 4.5 تريليون جنيه مصري على مدار الست سنوات الماضية، والمشاريع القومية دي يعني الحقيقة مش متخصصة في جانب واحد وجانب البناء والتشييد، إنما في عدة جوانب. احنا بنشوف مدن جديدة بتتعمل، بنشوف شبكة هائلة من الطرق والكباري والمحاور، انها الشبكة دي حسنت وضع مصر في مؤشر جودة الطرق، اصبحت تحتل المركز 24 على ما تذكر. تمام. المشاريع دي فيها مشاريع بتمس المواطن المصري لحياته اليومية. شفنا سيادة الرئيس من عدة أيام افتتح مشروع الزراعة السمكي في بورسعيد، وده بيوفر حوالي 10,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تعظيم القدرة التصديرية بالنسبة للمنتجات البحر، تحقيق الاكتفاء الذاتي أولا وثم أن احنا في المستقبل طبعا مخطط أن الإنتاج من هذه المزارع يتم تصديره إلى الأسواق الخارجية، وده طبعا هيحقق تدفق من العملة الأجنبية. المشاريع القومية دي الحقيقة يعني حطت مصر على مسار التنمية وجعلت مصر مكان جاذب جدا للاستثمار، لأن ما فيش أي مستثمر يجد المكان زي مصر، موقع استراتيجي، حوافز للاستثمار، بنية أساسية جديدة وتجدد على أحدث المواصفات العالمية، إلا لما يحط مصر على قائمة الأماكن التي ممكن أن يضخ فيها الاستثمار. وده يمكن هيكون حديث يمكن لاحق لنا عن الاستثمار الأجنبي في مصر، إنما لو نرجع تاني للمشاريع القومية، المشاريع القومية هي القاطرة اللي يعني خلت رغم أزمة كورونا ده إنها وفرت وظائف عمل، ويعني نسبة يمكن ده مترجم في نسبة البطالة اللي هي حاليا 7.2% اللي هي رجعت تاني لمستويات ما قبل أزمة كورونا، وإن بالزبط. كانت ارتفعت كانت 9.2% أو 9.3%، لأن المشاريع دي بتولد فرص عمل كبيرة في قطاعات متعددة من قطاعات الأعمال. المشاريع دي هذه المشاريع بتبقى طبعا جاذبة للاستثمار العربي والأجنبي، طبعا لأن المستثمر الأجنبي بيدور على إيه لما هيجي يعني ياخد القرار الاستثماري؟ بيدور على فرص نمو، مشاريع قائمة وتعرض عليه وتحقق نسبة ربحية جيدة ليه، بيدور على استقرار أمني وسياسي، بيدور على حوافز جاذبة للاستثمار. وإحنا الحقيقة من عدة سنوات مصر ماشية بخطوات متسابقة ومتسارعة في تهيئة بيئة الاستثمار، وأصدرنا على سبيل المثال يعني أكثر من 300 قانون من عام 2016. بس كنت أسأل حضرتك إنه هل هذه النهضة
النهضة الكبيرة اللي بيقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة، وبيتابع خط السير في هذه المشاريع يمكن يوم بيوم، والجدول الزمني، وبيتم اختصار جداول زمنية المشاريع كتير، وبيبقى في ضغط عمالة كبير ومتابعة شخصية من سيادته. هل ده بيستدمعه ان لابد ان يكون ايضا هناك تعديل تشريعي، ويكون في حزمة تشريعات ميسرة لخلق بيئة جديدة قانونية وتشريعية لهذه المشاريع الجديدة؟ ده بالفعل اللي تم وبيتم، ولسه برضه في يعني في مجال اخر يعني المستثمر بيهتم، يعني من اكتر بس ما يهتم الدخول والخروج الامن بالضبط، يعني لازم اوفر له حوافز ضريبيه، اوفر له سوق عمله، سوق صرف مستقر. تمام. يعني يمكن احد النتائج اللي هي من اصلاح تجربه الاصلاح الاقتصادي اللي هو تحرير سعر الصرف، وده قضى على السوق السوداء للعمله. كان قبل كده المستثمر لما هيحط فلوسه مش هيعرف يحول ارباحه بره لبلده، فاحنا بنوفر للمستثمر قانون استثمار جديد في حوافز للمستثمر، بنوفر له بيئة تشريعية ملائمة وجاذبة للاستثمار، تسريع إجراءات التقاضي أيضا شيء مهم جدا بينظر إليه المستثمر الأجنبي، توافر الأرض والرخص لإقامة المشاريع، ده أيضا شيء بينظر إليه، والأرض المرفقة اللي لها طريق بيوصل لها، اللي لها بنية تحتية من مية وكهرباء وصرف صحي وطرق جيدة، يعني الطرق كل الطرق حاضرة. يمكن برضو معسكر الشر يعني برضو بيشير الى ان ايه الانفاقات في الاسفلت وفي طرق كباري طول النهار بالظبط. طب هو انا لو ما عملتش طريق، طب المستثمر لما دخل وعمل مشروع وهيصدر انتاجه هيمشي على ايه؟ مش هيمشي على طريق. فجودة الطرق ده شيء مهم جدا للاستثمار سواء محلي او اجنبي طبعا. فالحقيقه مصر بتحاول ولازالت بتحاول، يعني بتستكمل جهدها في كل ما هو يدعو المستثمر الأجنبي أن يجد مصر سوقا جاذبة للاستثمار. أستاذ هاني، احنا بنعاني بقالنا سنوات وسنوات الحقيقة من زيادة سكانية، ودي مشكلة من معضلات المصرية، يعني اللي يعني بتأخرنا كتير وبتبتلع كتير من الموازنة ومن القروض المقدمة والمنح وكل ده، ومشكلة مش عارفين لأنها مرتبطة بالكالتشر بالثقافة المصرية، فبنحاول نحن نغير هذه المفاهيم وهذه الثقافة، لكن إلى أن تتغير. يعني هل بتشوف أن الاتجاه إلى إنشاء 23 وتخطيط 23 مدينة جديدة على غرار المدن العالمية، انه ده هيحل شوية من أزمة التكدس وأزمة السكن وانتشار العشوائيات؟ خليني اقول لحضرتك ان دي مشكله كبيره جدا بتعوق التنميه، اللي هي الانفلات السكاني. احنا بنزيد 2.5% سنويا، يعني احنا دلوقتي تقريبا اكتر من 102.5 مليون نسمه. مدينه القاهره لوحدها تعدادها ساكنيها حوالي 24 مليون نسمه، المصريين بيعيشوا على 7% فقط من الشريق الضيق للوادي. فالهدف المجتمعات الجديدة اللي بتنشأ والمدن الجديدة بتنشأ إنها بتخفف الضغط على المدن الحالية التي يعني أصيبت مرافقها بالتضرر لأنها مش مستعدة لهذا الكم من السكان. 23 مدينة جديدة بيتم إنشائها في مختلف أنحاء الجمهورية، الإسماعيلية الجديدة، العالمين، ملاوي الجديدة، 23 الجديدة، أسيوط الجديدة، يعني الحقيقة في توسع. ده مثلا على سبيل المثال العالمين الجديدة مخطط لها انها في المرحلة الاولى انها تستوعب 3 مليون نسمة. وانا لما الدولة لما بتخطط لمجتمع عمراني جديد ومدينة جديدة بتبقى مجتمع عمراني متكامل، مش يعني مع كسر فكرة المركزية بالضبط، اللي هي لأن المركزية دي كان دايما الخدمات والعاصمة اللي هي القاهرة هي المركز الرئيسي للخدمات والفعاليات الثقافية والاجتماعية وكل شيء، فده خلق ضغط رهيب جدا، وده اللي خلى الدولة تفكر في العاصمة الإدارية الجديدة بالضبط، لأن أصبحت القاهرة أصبحت طاردة
للمستثمر نفسه في صعوبة للمواطن تبعاتها كمان حياة بمنتهى الذكاء. مش بس العاصمة الإدارية بقى، في العاصمة السياحية، العاصمة الثقافية، العاصمة يعني النهاردة أصبح عندنا أكتر من عاصمة، مدينة سفينكس، يعني في عواصم مختلفة ومتنوعة بتالي العاصمة الإدارية بتخصصات مختلفة جميلة. احنا عايزين نطلع بس فاصل ونرجع نكمل تاني حوارنا مع حضرتك. رجعنا مع حضراتكم مشاهدينا مع ضيفتنا العزيز أستاذ هاني أبو الفتوح، برحب بك مرة تانية. وحقيقة يعني أنا توقفت عند كلمة إن أنا سعيد، يمكن دي حتى طلعت في الفاصل، إنه حيكون في العاصمة الثقافية حتكون تقريبا هي القاهرة القديمة كلها اللي بيتم ترميمها وتجميلها النهاردة. يعني مش بس احنا بنهتم بإنشاء الجديد ولكن بنحافظ على كنوزنا العظيمة القديمة، لأن دي حتى يمكن عاصمة مميزة جدا تالي العاصمة الإدارية على طول اللي هي للسياحة بقى كمان. يعني انت بتحافظ على قلب البلد القديم ده، مهم قوي قوي كمعلم حضاري. أنا أتفق مع حضرتك طبعا في اللي انت ذكرته، وهي القاهرة يعني تفخر بعدد كبير من المقاصد السياحية التاريخية سواء إسلامية أو قبطية وحتى الفرعونية، فدي مكان يعني هيعتبر من أهم المقاصد السياحية لسياحة الآثار. تمام. طبعا بالنسبة يعني للمدن، باقي المدن الجديدة للدولة بتسعى إنها تنشئها، دي بتنشأ على أحدث طرز وأحدث معايير في الإنشاءات، ويطلق عليها بعضها أو يمكن أغلبها من المدن الذكية. المدن الذكية، ودي تم مراعاة أن تكون الكثافة السكانية للفدان في حدود يعني ما يتماشى مع المعايير الدولية، وأيضا تم مراعاة أن تكون المساحات الخضراء كبيرة، لأن عايزين نحسن، الدولة عايزة تحسن من جودة الحياة للمواطن. فالبعدين ده مهمين جدا تم أخذهم بعين الاعتبار في إنشاء المدن الجديدة، وتم صرف الحياة يعني على البنية التحتية في هذه المشاريع المدن الجديدة تقريبا نحو 57 مليار جنيه. فده يترجم مدى اهتمام الدولة انها تبني المجتمعات الجديدة والمدن الجديدة بما ينعكس على المواطن والرقي بمستواه. أستاذ هاني، عايزين ننتقل كمان سريعا عشان الوقت ما ياخدناش لمجال آخر من مجالات المشاريع القومية والاستثمار، الاستثمار في البشر. يعني الحقيقة رئيس عبد الفتاح السيسي من أيام قليلة كان في اجتماع خاص بالمسؤولين من الوزراء ورئيس مجلس الوزراء أيضا، خاص بالاستثمار في المشاريع القومية الخاصة بوزارة التعليم العالي من إنشاء جامعات ومعاهد متخصصة على أعلى مستوى من حيث طبعا التدريس والتدريب والمناهج، وأيضا من خلال تخريج دفعات من الشباب الجديد المناسب، وده بيقعد تحت المناسب دي 10 خطوط لسوق العمل سواء داخليا أو لتصديره خارجيا. بتشوف حضرتك الاستثمار في التعليم مدى أهميته في تطوير عجلة التنمية في الدولة جنبا إلى جنب كل اللي تحدثنا عنه من الحجر، إزاي بقى لما بنستثمر في البشر وإعداد البشر؟ الاستثمار في رأس المال البشري مهم جدا للتنمية. ما فيش دولة هتنمو وهتستمر في خطط التنمية إلا ما يكون عندها العنصر البشري تم تهيئته وإمداده بالمهارات والتعليم الملائم للي هو يناسب المجتمع اللي هو عايش فيه. لو يعني بالإشارة طبعا للتقرير أو اللي حضرتك ذكرته، إن اهتمام الدولة بالتعليم الجميع ونوعية التعليم والمهارات ده شيء مهم جدا، والدولة بتولي اهتمام كبير بي. يعني بس عايز اذكر شوية ارقام كده يمكن توضح لنا الصورة. احنا تقريبا 100 مليون، تجاوزنا 100 مليون، والنسبة وجود جامعة الى عدد السكان جامعة واحدة لكل مليون، فاحنا لسه قدامنا مجال كبير ان احنا ننشئ الجامعات. عدد الجامعات الحكومية 27 جامعة بتضم نحو 494 كلية ومعهد. عدد الجامعات الأهلية في الوقت الحالي في حدود 168 جامعة أهلية، و 35 جامعة أهلية بتضم نحو 168 معهد عالي ومتوسط وخاص.
ربط التعليم باحتياجات سوق العمل ده من الاهم يعني له اهميه قصوى. احنا للاسف وده يمكن وجهه نظر خاصه بيا ان احنا في السنوات الماضيه والفتره الكبيره كانت الجامعات لما بتفتح حتى في المحافظات كان بتعمل كوبي اند بيست من جامعه ام زي جامعه القاهره فيها تخصصات كليه اداب فيها تخصصات فلسفه ولغه عربيه وحقوق وهناك تكدس كبير جدا في عدد الخريجين في هذه التخصصات لا يسوعهم سوق العمل وليس لديهم المهارات التي تؤهلهم الى دخول سوق العمل. احنا توجيهات سيادة الرئيس مع الجامعات التكنولوجية استخدام التكنولوجيا الحديثة والاساليب الحديثة في التعليم بتركز على اكساب الطالب المهارات اللازمة اللي هي تطلبها سوق العمل في المجتمع أو المحافظة اللي هي فيها الجامعة. يعني لو أنا عندي مثلا جامعة في سيناء لابد أن تكون هناك تخصصات تناسب البيئة السيناوية وما تتطلبه المشاريع في سيناء. تمام. فأنا شايف إن ده مهم جدا الاستثمار في رأس المال البشري والجهود اللي بتعملها الدولة لابد إنها تستمر في هذا السياق. تمام. احنا كده غطينا يمكن كل نواحي التنمية ونواحي الانتقال بمصر من عصر إلى عصر آخر لمصر الجديدة وهو ده اللي بنقول في الآخر بعد وقتنا ما خلص حنزين يعني بنكمل في لقاء آخر نتكلم بقى عن النظرة الدولية لمصر وهي بتقوم بكل هذه النهضة اللي افرزت انه الائتمان الدولي لمصر بقى بي وبي بلس الحقيقه وكل ده زياده في الثقه في الاقتصاد المصري وفي سير الاقتصاد المصري والسياسه المصريه الحكيمه. انا بشكر حضرتك جدا استاذ هاني ابو الفتوح الخبير الاقتصادي على تشريفك وتلبيه الدعوه. اهلا بيك.